يا صباح الفل وصباح الخير والسعادة على حضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم صباح البلد. معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 فقرات كتيرة متنوعة إن شاء الله تعجبكم، تفصلوا معانا كده إيه في اليوم اللي قبل الويك إند، فإن شاء الله نكون ضيوف خفاف على قلبكم. في البداية خلوني أصبح على داليا. صباح الفل يا داليا. صباح الفل يا نهاد ويومك حلو يا رب إن شاء الله. صباح الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. بدأنا يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح البلد على شاشتكم صدى البلد، بنكون مع حضراتكم دايما كل يوم ساعتين إن شاء الله، دايما كده نجتهد نقدم لكم مواضيع جديدة ومختلفة، أهم حاجة أن أنتوا تستمتعوا معانا. وخلينا نبدأ الأول نشوف هنتكلم في إيه النهاردة. النهاردة كده هناخد السادة المشاهدين في يعني لأقصى الجنوب وتحديدا لمدينة أسوان. يعني مدينة أسوان بتشهد مشروع عنوانه السحر والجمال، مشروع الهدف منه الكشف عن كنوز ساحرة، ساحرة الجنوب أكيد، والترويج لأثرها بالشكل اللي يليق بها. المشروع ده هو مشروع الهوية البصرية واللي قام بتدشينه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية أسبوع الصعيد بمحافظة أسوان في ديسمبر الماضي، عشان يجسد ملحمة من العمل بيقودها أبناء المحافظة، وده لإظهار الوجه الحضاري والجمالي لعروس الجنوب. المشروع بيهدف إيه؟ المشروع بيهدف لإبراز القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمدن الأثرية والسياحية، وإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظات. يعني باختصار هو مشروع بيستهدف تكوين شخصية بصرية لمصر والدعاية والترويج السياحي ليها. والحقيقة مفيش حد في محافظة أسوان حاليا مش شغال في المشروع، لأنهم عارفين أهميته والعائد الكبير اللي هيستفيد منه أبناء أسوان. حاليا بدأت تنفيذ الأعمال الفنية والجداريات الحضارية في إطار المشروع، ومن خطوات مشروع الهوية البصرية أيضا هو تصميم لوجو مميز خاص بأسوان، وهو لوجو حال ظهوره كده في أي مكان في العالم يعرف الجميع أنه خاص بأسوان. وتم وضع اللوجو على عدد كبير من المباني والمنشآت الحكومية وفي المواقع الأثرية والسياحية والفنادق كمان، بجانب وضعه على وسائل التنقل الداخلية وسيارات التاكسي والمراكب النهرية. كمان تم وضع اللوجو على أعمدة الإنارة بشارع كورنيش النيل في مدينة أسوان. يعني حاجة جميلة كده، كل ما نشوف اللوجو نعرف على طول إن ده خاص بمدينة أسوان. طبعا عارفة يعني دايما لما بيكون في مكان بيكون فيه رسومات كتير بيعبر عن البلد اللي احنا بنروحها، بيبقى عندك ارتباط عاطفي ان انت عايز تروح المكان ده عشان تتصور في الحاجات دي، حتى لو مجرد رسومات على الجدران، لو مجرد حاجات بسيطة جدا بتميز المنطقة اللي انت موجود فيها اكيد بيفرق معاها كتير. مشروع مهم بيجي في إطار اهتمام القيادة السياسية بمشروع الرؤية البصرية بكل المحافظات وتحديدا السياحة والحاجات الأثرية زي ما تكلمنا عنها وزي ما نهاد قالت. كمان أعمال مشروع الهوية البصرية اللي بيتم دلوقتي في أسوان هيساهم بشكل كبير جدا في إظهار المدينة بشكل متطور ويضاهي التطور في مختلف دول العالم. كمان بيسلط الضوء على التراث الثقافي لأسوان وتعزيز الشعور بالهوية والانتماء. عايز أقول لحضراتكم أن محافظة أسوان انتهت من تنفيذ مشروع الهوية البصرية ووضع تصميمات لوسائل النقل والمواصلات المتنوعة، بنتكلم تقريبا على 1250 سيارة وميكروباص وتاكسي، وده علاوة كمان على المراكب الشراعية والنهرية اللي أكيد أسوان بتتميز بيها في أي وقت. كل ده علشان يلائم الطابع التراثي المميز لأسوان، وكمان جاري إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الأعداد المستهدفة لتنفيذ مشروع الهوية البصرية بما فيها بيتعلق بالمتبقي من وسائل النقل الجماعي. المرحلة الأولى لمشروع تصميم الهوية البصرية شملت الطريق السياحي من مطار أسوان لمحطة قطار أسوان، أما المرحلة الثانية من المستهدف أنه يتم التركيز على الجزء الداخلي بمحافظة أسوان، وكمان بتستهدف الهوية البصرية جذب مزيد من السياح لمحافظة أسوان، كل ده عشان نعزز القيمة السياحية لمدينة أسوان الجميلة. عايز أقول لكم أن الجميل أن طلاب كلية الآثار بجامعة أسوان هم اللي بيقوموا بأعمال الترميم والصيانة للجداريات اللي موجودة بنفسهم وبإيديهم علشان يحسوا بقيمة بلدهم، عشان يستمتعوا هم تعبوا قد إيه في أن هم يطوروا المحافظة اللي هم عايشين فيها، علشان أسوان فعلا بلد جميلة. لما بنيجي نتكلم عن أسوان والنوبة بيبقى ليها طابع خاص وبيبقى ليهم شكل خاص، فهم هيساعدونا أن احنا نشوف أسوان بشكل جديد ومختلف. فعلا عندك حق يا داليا، ان شاء الله نشوف دايما اسوان كده ساحره الجنوب في احسن حال. تعالي بينا كده نروح نقول للساده المشاهدين فقراتنا ايه النهارده. معانا فقرات متنوعه ان شاء الله تعجبكم، هتكون البدايه مع ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف، ويكون معانا فيها الكاتب الصحفي محمد حماده نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. فقرتنا الثانيه هتكون فقره فنيه، ضفنا فيها فنان شاب واحد من ابناء المعهد العالي للفنون المسرحيه، ظهر اول مره في عام 2010 في مسلسل قصه حب،
وبدأ بعدها مشواره الفني بنجاح وازدهار. فنان النهاردة هو الفنان الجميل مصطفى منصور. أكيد فقرة مميزة زي كل خميس إن شاء الله. ما دلوقتي بقى تعالوا كده بينا أعرفكم على حالة الطقس. تعالوا بينا كده نتعرف على حالة الطقس النهارده. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والشمال الصعيد، أما لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. تعالوا بينا كده أعرفكم على درجات الحرارة المتوقعة النهارده على بعض محافظات الجمهورية. نبتديها مع بعض بالقاهرة، لتكون العظمى فيها 23 أما الصغرى 17. الاسكندريه 22 16، اسماعيليه 24 14، الاسماعيليه 24 14، اما الدقهليه 23 17 والغردقه 27 20، اما المنيا 24 13. بالنسبه كمان لبعض العواصم العربيه والعالميه، فدرجه الحراره في الرياضه تكون العظمى فيها 29 اما الصغرى 16. ابو ظبي 29 24، انقره 13 8، لندن 13/7، واشنطن 14/6، واخيرا بكين اللي تكون العظمى فيها 12 اما الصغرى 2. بعد ما اطمنتوا كده على احوال الطقس، خليني دلوقتي اطمنكم على اسعار العملات والذهب النهارده اخبارها ايه، ونبدا مع اسعار العملات. البداية بتكون مع سعر الدولار الأمريكي النهاردة للشراء سجل 24 جنيه و50 قرش، أما للبيع 24 جنيه 59 قرش. اليورو سجل النهاردة للشراء 25 جنيه 28 قرش، أما للبيع 25 جنيه 38 قرش. جنيه استرليني سجل النهاردة للشراء 29 جنيه 25 قرش، أما للبيع 29 جنيه 36 قرش. الريال السعودي سجل النهاردة للشراء 6 جنيه 52 قرش، أما للبيع 6 جنيه 54 قرش. الدينار الكويتي سجل النهارده للشراء 79 جنيه 53 قرش، اما للبيع 79 جنيه 92 قرش. خليني كمان اطمنكم كده على اسعار الذهب النهارده اخبارها ايه، ونبدا مع عيار 18. سجل النهارده عيار 18 1154 جنيه، سجل عيار 21 1346 جنيه، سجل عيار 24 1538 جنيه، اما جنيه الذهب اخيرا سجل 10678 جنيه. كده نروح نتنشط شويه ونعمل شويه تمارين هتفرق معانا جدا على الصبح، ادينا كده شويه نشاط حيويه. تعالوا بينا نروح نشوف الرياضه. صباح الخير عليكم، النهارده هنعمل تمارين سهله جدا وبسيطه، هنشغل بيها جسمنا، هنقوي عضلاتنا، نحرق الدهون ونعلي مستوى اللياقه البدنيه بتاعتنا. تمارين النهارده هعملها كلها على الحيطه، مش ملناش تلكيك، هنلاقي كل بيت عنده حيطه هنسند عليها نعمل بيها التمارين، كتاب صدر وبطن ورجلين. يلا بينا هنبتدي الاول بالتسخين زي ما احنا متفقين. التسخين يا اما هنجري في المكان، هننط الحبل، او هنعمل الاربع تمارين اللي بنعملهم مع بعض. تو صوابع كعب، بعد كده بسرع 10 عدات، بعد كده لورا 10 عدات، بجري في مكاني، بعد كده بروح يمين اروح شمال، ستيب 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 ستيب. هعيدهم تاني، صوابع كعب، أسرع لفوق، أسرع جدا كأني بجري، 10 عدات لورا 10 عدات، بعد كده ستيب للجنب ستيب للجنب، خطوة وخطوة لحد ما أحس إن الهارت ريت أو ضربات القلب بتاعتي عالية. ثلاث مرات كفاية، هياخدوا مننا حوالي 5 دقايق. هنبتدي مع بعض بأول تمرين البوش أب على الحيطة. إيدي بوسع كتفي، رجلي لورا، عندنا كل المستويات على الحيطة. أنا إيدي لو في مستوى الكتف بتاعي وكعبي على الأرض، وهنزل هو يكون 90 درجة، محدش ينزل كوعه لتحت، هو هنا 90 درجة، هنزل وهطلع لحد وشي ما يبقى قريب من الحيطة. التمرين سهل، مش حاسة إن أنا بعمل حاجة، هقف على مشط رجلي. كل ما يبقى سهل كل ما ممكن أنزل بالمستوى بتاعي لتحت. طب هنرجع تاني للمستوى الأولاني، من هنا هو 90 درجة، هنزل ضغط واطلع 10 عدات، بعد كده هثبت 10 عدات. ده أول تمرين. تاني تمرين من نفس الوضع اللي أنا فيه، رجليا هزقها لورا، هلمس بكعبي، الرجل الثابتة بتكون الركبة متنية شوية، ظهري مفرود، هنزل هنا بمشط رجلي واطلع لفوق، هنا
واطلع لفوق. ده تاني تمرين معانا للعضلات بتاعه الرجلين. هزق من ركبي واطلع لفوق، هنا ركب واطلع لفوق، هنا لعضلات الجلوت. التمرين اللي بعده هنزل بركبي لتحت شويه، هزق للجنب وارجع تاني، للجنب وارجع تاني، واطلع لحد المستوى ده. الرجل الثابته دايما ناخد بالنا ان ركبي تكون متنيه علشان خاطر ابقى عامله لها تمرين من السبب. اخر تمرين معانا هنزل بايدي، هاتني ركبي رب عليا ورب عليا، ونعمل بسرعه. لازم نعمل تمرين كارديو وسط التمارين بتاعتنا، اللي يقدر يعمل اسرع يكون اشطر كتير. هنعيد التمارين تاني مع بعض. اول تمرين تمرين البوش اب، هنزل واطلع ضغط سهل، ارجع لورا، كل ما بقى سهل كل ما اقدر انزل لتحت. التمرين اللي بعده الجلوت، رجليا لفوق. التمرين اللي بعده من هنا بثني ركبي بزق لورا، وانا ركبي متنيه من الركبتين جنب بعض لغايه ورا، بعمل كيك بقى من هنا من سايد للجنب. لو احنا نقدر واحنا ثابتين في مكاننا نكون تانيين قاعنا شويه، يبقى احنا مشغلين الابر بودي في نفس الوقت واحنا مشغلين الجزء السفلي الرجلين. اخر تمرين معانا تمرين الكارديو، هاتني ركبي وركبه وركبه عليا بسرعه. كده احنا شغلنا بطن ورجلين وابر بودي وكتاف ودراعات وصدر في تمارين صغيره واستخدمنا فيها الحيطه. صباح الخير عليكم. برحب بحضراتكم مرة تانية، ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الإخبارية اللي بنناقش فيها أهم الأخبار الحوارات التحقيقات من الصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة. منورنا النهاردة وهيشاركنا في قراءة تحليلية مختلفة لأهم الأخبار الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. صباح الفل أستاذ محمد، منورنا دايما في صباح البلد. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار المتنوعة، اسمحي نبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر الهام، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية البالغة لأصول ومال الوقف وما تمثله من خصوصية شديدة تستوجب ليس فقط الحفاظ عليها ولكن حسن إدارتها وتنميتها والعمل الدؤوب على التحصيل الدقيق لمستحقات الأوقاف بالقيمة السوقية العادلة صونا للوقف. جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمس مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إدارة أصول هيئة الأوقاف وتنميتها، كما وجه الرئيس بتضافر جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لسرعة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، بل وسرعة الفصل في قضايا الوقف المتداولة حاليا في القضاء. ووجه الرئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة بالنظر لدورهم المهم في نشر الخطاب الديني المستنير الذي يهدف إلى إعمال العقل في فهم مستجدات الحياة وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف وملء أي فراغ دعوي كان قائما من قبل. يعني بالنظر إلى توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أستاذ محمد، هنجد أن هو لم يكن التوجيه الأول، ولكن منذ توليه رئاسة مصر وهناك توجيه بالاستخدام الأمثل والاستثمار الأمثل لأصول ومال الوقف لما له من عوائد عديدة اقتصادية وغيرها من العوائد، وأنه ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في مصر. أيضا في نقطة أخرى هامة في هذا الخبر، وهو تركيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما على تجديد الخطاب الديني وفق صحيح الدين وثوابت الشرع الشريف، وهنا نضع خطوط عريضة حول هذا الأمر لأنه ردا على الكثير من المشككين في هذه الدعوة. كيف ترى أهمية هذا التوجيه من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعوائد التي ستعود على الدولة المصرية من الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول ومال الوقف وأيضا تجديد الخطاب الديني؟ طب هو بداية وزارة الأوقاف هي وزارة غنية لديها موارد كثيرة جدا، أصول وأموال الوقف تمثل ركيزة أساسية في وزارة الأوقاف، وده اللي يعني خلى الدولة المصرية تكون حريصة على وضع قانون لإعادة تنظيم
إدارة هذه الأصول من خلال القانون الذي صدر برقم 209 لسنة 2020. والقانون هذا القانون بينص على ضرورة أن يكون هناك حفاظ على المال العام وعلى الوقف بوجه الأخص، بالإضافة أيضا إلى صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون رقم 251 لسنة 2021، وده اللي نظم كيفية التعامل مع أموال الوقف. الوقف عندنا نوعين، وقف أهلي ووقف خيري. الوقف الأهلي اللي هو يعني أنا بوقف لفرد والسلالة من بعده، والوقف الخيري هو للصرف على المشروعات وعلى يعني الموضوعات الخيرية وغير ذلك. وبالتالي كان لزاما على الدولة المصرية أن تحافظ على هذه الأموال، خاصة نحن نعلم خلال السنوات الماضية كان هناك حالة من السيولة في المجتمع، ومن ثم نجد أن هناك تعديات، كان في تعديات على هذه الأصول، ومن ثم أيضا نجد أن الرئيس حريص على يعني استرجاع هذه الأصول، بالإضافة أيضا إلى إدارتها بشكل جيد يحقق قيمة عادلة سوقية لهذه الأصول. ومن أيضا نجد أن مجلس الوزراء أقر بأن التعدي على هذه الممتلكات أو على هذا الوقف وممتلكاته يمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة. وأصدروا توجيهات من قبل السيد الرئيس بضرورة حل المشكلات المتعلقة بالوقف، أيضا سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالوقف، أيضا قطع الخدمات عن أي حالة من حالات التعدي على الأوقاف سواء كان مياه غاز كهرباء حتى يعني البت في هذه المخالفات. دي نقطة في غاية الأهمية، دي هيوفر لنا كتير جدا، لأن بعد كده هيتم الاستثمار أمثل لهذه الممتلكات، بما يعود بالنفع على الوزارة ويعود بالنفع على الاقتصاد القومي بشكل عام. أيضا تجديد الخطاب الديني لموجة الأفكار المتطرفة وشتى الأنواع. طيب احنا عندنا يعني ليس بجديد على الأزهر أو على يعني وزارة الأوقاف تجديد الخطاب الديني ومواكبة الأحداث والحدث من خلال التدريب على التكنولوجيا، وعندنا مرصد وعندنا مركز الفتوى وعندنا مرصد يعني للفتوى أيضا، وعندنا أيضا يعني تدريب على أعلى مستوى للأئمة. احنا عايزين يعني إمام مستنير يستطيع أن يتحدث بشكل علمي في صحيح الدين، يستطيع أيضا أن يكون أداة للردع وللأفكار الهدامة. وإحنا عارفين طبعا أن كان في حالة من حالات يعني الفكر المتطرف اللي هو يعني إحنا جنينا من خلاله السنوات الماضية نتيجة هذا التطرف والعنف، وبتسمى لابد من وجود أئمة على مستوى عالي وجودة عالية في الأداء. أكيد أستاذ محمد. وانتقالا من هذا الخبر الهام، ننتقل إلى يعني استراتيجية مصر لحماية الملكية الفكرية، هذه الاستراتيجية الهامة التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، وذلك إمعانا من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها وللوقف الخيري، بما يحقق الردع التام على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة. يعني الحقيقة الدولة المصرية الآن لديها استراتيجيات متعددة
في العديد من المجالات، وهدف الاستراتيجية أن يكون في رؤية واضحة لم تكن مبادرة وقتية، ولكن احنا نتحدث عن استراتيجية تستمر لسنوات لها أسس ومعايير. من أهم هذه الاستراتيجيات أستاذ محمد هي الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية. كنا في السابق نجد أن الملكية الفكرية هي ما هي إلا مبادرات فردية، ولكن لم تكن هناك مؤسسة تحمي هذه الأفكار. والحقيقة عندنا يعني العديد من الأشياء التي تحتاج الملكية الفكرية، سواء بنتكلم عن الإرث الثقافي أو بنتكلم عن حتى الفولكلور البسيط، أو حتى بنتكلم بقى عن الإبداعات والابتكارات اللي هتتيح للعديد من الباحثين في المجال البحث العلمي إن هم يقدموا أكتر ويكونوا واثقين إن كل أفكارهم محمية من قبل الدولة المصرية. كيف تجد اهتمام الدولة المصرية وما مردود هذا الاهتمام بالملكية الفكرية على كل العوائد في كل المجالات، سواء عائد اقتصادي أو عائد علمي أو العديد من المجالات؟ وأيضا النقطة اللي حضرتك أشرت ليها في الخبر السابق، وهي اعتبار التعدي على أموال الوقف أو أموال الدولة أو أي من الأشياء المملوكة للدولة هو جريمة من جرائم المخلة بالشرف والأمانة. طيب احنا الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 22-27 الهدف منها وضع خطوط عريضة لحماية الملكية الفكرية والإرث الثقافي والمعرفي بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية واقتصادية للمواطن أو للمؤلف على وجه الأخص، وبالتالي أن يكون لدينا جهاز لحماية الملكية الفكرية. احنا بنواكب ما يحدث في العالم، وأيضا بنطمن المفكرين والمبدعين والباحثين بأن هناك توثيق لهذا البحث وهذا الإبداع. لا يمكن لأحد أن يعني يجور على هذه الأعمال الإبداعية، ومن ثم بتحفظ له حقه المادي وأيضا المعنوي. ودي فكرة يعني فكرة مصر سباقة فيها. يعني في الوطن العربي نجد أن مش كتير من الدول العربية مهتمة بالملكية الفكرية. يعني احنا بنشوف حتى في المحتوى على فيسبوك ولا على يعني يوتيوب او على كذا، بنلاقي في عمليات سرقه منتشره للملكيه الفكريه. لا، احنا لما يكون عندنا جهاز لحمايه الملكيه الفكريه احنا بنامن المبدعين، بنساعد على مزيد من الابداع والبحث في جميع المناحي الحياه، بان هناك توثيق وان هناك حمايه لحقوق المبدعين. اكيد، ويعني حتى لا تسول نفس اي احد الى سرقه ابداعات الاخر او حتى التعدي على ممتلكات الدوله المصريه. فالقانون، احنا دوله قانون ودوله مؤسسات، فاذا القانون هو من يحمي ذلك، وان شاء الله نجد تاثير ايجابي لهذه الاستراتيجيه على ارض الواقع في الفتره القادمه. ننتقل الى خبر اخر، حيث اعلن وزير التجاره والصناعه المهندس احمد سمير انه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجيه المتكامله للصناعه في 18 يناير المقبل، مؤكدا ان الاستراتيجيه يتم اعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي. وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناعي مرن يتحمل الصدمات عبر التعميق للصناعة المصرية، بجانب 5 محاور أخرى، منها التمويل بشروط ميسرة مع يسر مدخلات الإنتاج وتدريب للعمالة المهارة التي تعمل على التكنولوجيا ودعم الصادرات والسعي نحو أسواق جديدة. وأكد الوزير العمل على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها في مصر. ولفت الوزير إلى أن أول رخصة إلكترونية ستصدر في 30 نوفمبر الجاري دون أن يقوم المستثمر بأي تحركات لمقر الهيئة، وقال رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل للمستثمر حتى البيت. يعني خطوة مهمة جدا. يمكن احنا بالعودة بس لأكتوبر الماضي أستاذ محمد، واحنا بنشوف المؤتمر الاقتصادي ونتائج المؤتمر الاقتصادي، واحدة من الحاجات الأساسية اللي ركز عليها هو القضاء على البيروقراطية وفكرة الحياد التنافسي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وهذه لم تكن شعارات ولا مجرد أقوال، لكن بيتم تنفيذها على أرض الواقع الآن من خلال العديد من الخطوات. ولعل هذه الخطوات هي أولها رخصة إلكترونية تصل للمستثمر حتى باب المنزل،
وده أعتقد هيسر كثيرا على تنشيط الاستثمار في مصر وجذب المزيد من المستثمرين. إلى أي مدى حضرتك شايف هذه الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها من قبل وزارة التجارة والصناعة والحكومة المصرية بشكل عام ستكون مناخ جاذب للاستثمار أكثر في مصر؟ طيب إحنا أثناء المؤتمر الاقتصادي كان لنا لقاء هنا واتكلمنا على مرونة الدولة في الاستماع إلى وجهات النظر في عملية تحديث الصناعة، وقلنا كمان ان في استراتيجيه وطنيه للصناعه صوتين الصناعه وتحديثها، وهنستمع لجميع الاراء، هنستمع لاتحاد الصناعات، هنستمع للمستثمرين، وهنوضع استراتيجيه. هذه الاستراتيجيه تمثل خطوات عمليه للنهوض بالصناعه. الناس كلها بتقول احنا عايزين الصناعه عايزين الصناعه، طيب انا ما اقدرش ادي قرارات جامده لا تتفق مع السوق، لا تتفق مع عمليه التصدير، مع المستثمرين والتشريعات، وبالتالي كان لزاما على الدولة المصرية، وده اللي هي عملته فعلا، أن تستمع إلى اتحاد الصناعات، تستمع إلى أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين، وأن توفر لهم تسهيلات، منها المحاور اللي حضرتك اتكلمت عليها واشرت إليها، التمويل بشكل ميسر. أي واحد عنده تعثر عايز تمويل عشان يقدر يقوم المصنع بتاعه، أي حد عايز يعمل حتى لو مشروعات صغيرة محتاج تمويل بنسبة فايدة تكون قليلة يقدر إن هو يقف على رجليه ويشغل عمالة. أيضا مسألة البيروقراطية والإجراءات الإدارية، عندنا الأول مرة هيبقى فيه رخصة إلكترونية، بعيدا بقى عن الايادي المرتعشه، بعيدا عن كنا بنتكلم عن الشباك الواحد لا انت دلوقتي اصبح ان انت من خلال الـ يعني الانترنت تستطيع ان انت تحصل على الرخصه، تحول رقمي كمان ده يعني محمد دي نقله نوعيه في بعيدا بقى عن كل السلبيات اللي احنا بنشوفها في المرحله البيروقراطيه، الموظف كذا موظف كذا، احنا ما عادش الكلام ده عندنا. احنا عندنا دلوقتي في تحول رقمي، في القضاء على الفساد، في شفافيه، في أيضا وقوف الدولة المصرية مع المستثمرين سواء كان المحليين أو المستثمر الأجنبي. بكل تأكيد أستاذ محمد، ودي تكمن هنا قوة الاقتصاد المصري، لأن زي ما حضرتك قلت في البداية الدولة المصرية دلوقتي لديها من المرونة الكبيرة للاستماع إلى مطالب القطاع الخاص وإشراك القطاع الخاص بشكل كبير في الاستثمار في مصر، من قوة الاقتصاد المصري للقوى الناعمة وقوة لا يستهان بها، وهو ده محور حديثنا في الخبر التالي. ننتقل إلى خبر آخر، حيث زار الدكتور مارسيلو دي سوزا رئيس جمهورية البرتغال والوفد المرافق له أمس برفقة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار والسيدة مانويلا فرانكو سفيرة البرتغال في مصر منطقة أهرامات الجيزة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. جاءت زيارة الرئيس البرتغالي لمصر على هامش توجهه لحضور مباراة البرتغال وغانا، والتي ستنعقد ضمن مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي يتم تنظيمها حاليا بدولة قطر. وحرص رئيس البرتغال على تدوين كلمة بكتاب الزيارات الخاص بالمتحف، أشاد خلالها بالمتحف وما يحتويه من مقتنيات أثرية متميزة. بذكر هذه الزيارة أستاذ محمد، لم تكن هذه الزيارة يعني الوحيدة لمناطق أثرية ومتاحف بتسخر بها مصر الآن في هذا العهد، ولكن أيضا منذ أيام قليلة وحتى الآن نجد زيارة إيفانكا ترامب نجلة الرئيس السابق لأمريكا دونالد ترامب وعائلتها، ويمكن شفنا صور كده هي حطوها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمي ليها عند الأهرامات، وهي دلوقتي كمان في الأقصر والعديد من الجولات، ودائما ما يتحدثوا عن عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، وإنهم بيكونوا سعداء جدا إنهم ييجوا في زيارات غير رسمية، لأن ده بيتيح ليهم الفرصة للاستمتاع بالمناطق الأثرية في مصر. والحقيقة إن إحنا الفترة اللي فاتت كمان أستاذ محمد شفنا يعني اهتمام من قبل الدولة المصرية كبير جدا بزيادة عدد المتاحف، برفع كفاءة المتاحف نفسها. طبعا شفنا افتتاح طريق الكباش في الأقصر، موكب المومياوات في مصر، والعديد من الاحتفالات التي أنارت للبشرية والعالم أجمع ووضحت قيمة الحضارة المصرية القديمة. كيف ترى أهمية هذه الزيارات إلى مصر في هذا الوقت؟ طيب إحنا التوقيت بتاعنا التوقيت جاذب للسياحة، طبعا مرحلة الشتاء إحنا عندنا الجو دافي، فبالتالي إحنا بنستطيع إن إحنا نعمل عملية تنشيط سياحي، بنستغل كل الفعاليات
عندنا كوب 27 ايضا كان في بعض المسؤولين اللي زاروا المناطق الاثريه. الزياره اللي بيقوم بيها الرئيس البرتغالي دي تعتبر يعني دليل قطعي على ان هناك تعافي للسياحه المصريه وان هناك تسهيلات وان هناك ايضا مزيد من المزارات والمتاحف التي تم فتحها من جديد والاهتمام بها، وده هيجذب السياحه من البرتغال والمناطق المحيطه به. عندنا ايضا كمان في الجهد الكبير اللي بتقوم به وزاره السياحه سواء كان على المستوى المتاحف، سواء كان على المتحف الكبير، سواء كان على الاحداث والاحتفالات السابقه. احنا شفنا مثلا على سبيل المثال في متحف في الاقصر على سبيل المثال الحدث العالمي بتاع الازياء، مظبوط، ستيفان ريتشي لما احتفل بيه 50 سنه على انشائه. يعني ده برضك عمل عظيم، وده كان دعايه مجانيه للدوله المصريه. احنا بفضل الله بقى عندنا احتراف وقدرات احترافيه في الترويج السياحي. يعني اي حد بيجي يزور مصر زياره رسميه بناخده على السياحه، بالتالي هو بنحقق عمليه ترويج وتنشيط للسياحه للدوله يعني المعنيه بيه. بالاضافه ايضا ان احنا كمان بنسلط الضوء على اهم الانجازات اللي احنا بنعملها في المجال السياحي بما يعود بالنفع على القطاع السياحي وعلى الاقتصاد المصري. بكل تاكيد استاذ محمد، ودايما بنقول مصر تتحدث عن نفسها، يعني حضاره مصر لم تحتاج الى اي احد ليتحدث عنها، ولكن هي بوجودها منذ 7000 عام واكثر فهي تتحدث عن نفسها بقوه وعظمه. ومصر مش شرم الشيخ بس، لا، أكيد. مصر في الاقصر، في اسوان، في المتاحف، في الاهرامات، في العديد من المقاصد السياحيه. ده الى وقتنا هذا استاذ محمد بنجد يعني العديد من الاكتشافات الاثريه المبهره والعظيمه، يعني خبيئات اثريه لحد وقتنا هذا، فمصر دائما مليئه بالخيرات. طيب خلينا نختم جولتنا مع حضرتك في صحافه النهارده من الشان الدولي، وفي اطار التراشق بين روسيا ودول اوروبا اقترحت الممثله الرسميه لوزاره الخارجيه الروسيه ماريا زاخاروفا الاعتراف بالبرلمان الاوروبي بصفته راعيا للحماقه، وذلك تعليقا على قراره الاعتراف بروسيا كدوله راعيه للارهاب. وكتبت زاخاروفا في قناه تيليجرام: اقترحوا الاعتراف بالبرلمان الاوروبي كجهه راعيه للحماقة، وذلك ردا على تبني البرلمان الأوروبي قرار يعترف بروسيا كدولة راعية للإرهاب. واعتمد البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء قرارا غير ملزم قانونيا بالاعتراف بروسيا كدولة راعية للإرهاب بسبب العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، وذلك في إطار نتائج التصويت الذي أجري خلال الجلسة العامة في ستراسبورغ. يعني الحقيقة تراشق من هذا الجانب إلى هذا الجانب، ولم تكن منذ البداية جانب روسيا أو جانب أوكراني فقط، ولكن هي روسيا مع ضد الاتحاد الأوروبي، روسيا ضد بريطانيا، روسيا ضد أمريكا. فإذن هي روسيا، لم نتحدث عن حرب روسية أوكرانية ولكن حرب روسية أوروبية وعالمية. إلى أي مدى حضرتك شايف هذا التراشق سيستمر، خاصة أن في نوعا ما تطورات بتحدث في الأمر؟ يعني تابعنا انسحاب روسيا نوعا ما من منطقة خرسون بعد ما كانت ضمتها ضمن 4 مناطق لأراضيها، بعد كده انسحبت منها. نجد في تطورات وتصعيدات في الأمور، كيف ترى هذه التصعيدات، إلى أين ستذهب، ومستقبل هذا الصراع عموما؟ يعني طبعا اللي احنا شفناه التراشقات ما بين البرلمان الاوروبي وبين الجانب الروسي ده امر طبيعي، يعني بيحصل ان هي دوله راعيه للارهاب والثانيه راعيه للحماقه. طبعا يعني حاجات جديده علينا ان احنا نشوف هذه التصريحات، يعني ليها دلالات معنويه اكثر منها دلالات سياسيه والزاميه. يعني وبالتالي ما يحدث في بين روسيا وبين الاتحاد الاوروبي طبعا هي مرحلة تكسير عظام. روسيا تجيد اللعب مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق المكاسب على الأرض، وأيضا الاقتصاد الروسي حتى الآن لم يصاب بأي رغم كل العقوبات الاقتصادية اللي تم فرضها على روسيا. يعني ده معناه أن هم دارسين جدا هم بيعملوا إيه، ومعناه أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فشلوا في الضغط على روسيا حتى الآن في الانصياع إلى مطالب الاتحاد الأوروبي. ايضا حماقه يعني السياسه الاوكرانيه في التعامل مع الدوله الروسيه بعظمتها، يعني انها دوله كبيره
في التعامل معها، ده اللي جلب عليه البلاد ويلات الحرب، وبالتالي ما كانش فيه نوع من أنواع السياسة في التعامل مع الجانب الروسي. أنا في تصوري أن خلال الأشهر المقبلة سوف يكون هناك تطور جديد في الساحة الأوروبية، هناك خفض للتصعيد هيتم، هناك اتفاقيات، هناك بعض المؤشرات وبعض التقارير تشير إلى اجتماعات ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أمريكا من الملاحظ دلوقتي أستاذ محمد أنها بتنسحب نوعا ما بينما بريطانيا تتصدر المشهد، يعني نجد تغيرات نوعا ما في الموائمات وإن كانت يعني من بشكل واضح، يعني ده احنا شفناه بشكل جلي جدا وواضح جدا في تعامل الرئيس بايدن في مع المجتمع الدولي. هناك حالة من حالات المرونة يعني للولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مثلا على سبيل المثال مع الوطن العربي، مع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. هناك أيضا دعوات لروسيا بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية وكذا وكذا، يعني لغة القوة قلت. بالنسبة لإنجلترا، رئيس الوزراء الجديد ليس لديه خبرة سياسية، وبالتالي هو مندفع في الصدام مع روسيا، يعني بيحاول يحقق مجد شخصي، إلا أن روسيا وبوتين لديه من الأدوات الضغط ولديه من الأدوات على الأرض في تحقيق رؤيته ومكاسب للإمبراطورية الروسية. يعني سنشاهد الأيام القادمة ماذا ستسفر عنه الأحداث في الأراضي الروسية الأوكرانية، وهذا الصراع الذي للأسف الشديد ينصب نتائجه على العالم أجمع من كل النواحي، فنأمل يا رب السلام للعالم أجمع. في تصوري أن الاتحاد الأوروبي سوف يقدم مزيد من التنازلات خاصة مع فصل الشتاء والاحتياج إلى مصادر الطاقة. أكيد، يعني نأمل ذلك. بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ محمد حمادة، نائب رئيس تحرير جرية الأهرام، نورتنا يا فندم وأسعدتنا بهذه القراءة التحليلية المختلفة. شكرا جزيلا لحضراتكم مشاهدينا، بشكركم على كرم المتابعة. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله لسه مستمرين مع حضراتكم في فقرتنا. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقرتنا. أكيد طبعا من الكليب اللي اتعرض دلوقتي عرفتوا ضيفنا مين. ضيفنا النهاردة هو درس في معهد العالي للفنون المسرحية، وظهر أول مرة كانت عام 2010 في مسلسل قصة حب اللي بدأت أدواره تكبر كده خطوة بخطوة بعديها، وشارك كمان في كتير من الأعمال الدرامية المهمة جدا مع فنانين كبار زي بقى الاختيار 2 وأستاذ رئيس قسم مع الزعيم عادل إمام وجبل الحلال وراس الغول مع الفنان العظيم الراحل محمود عبد العزيز، وأدواره الكوميدية اللي كانت بتفطسنا من الضحك كلنا وكلنا حبيناها زي دوره في مسلسل اللالا لاند وكبير قوي الجزء الخامس، وكمان مسلسل الواد سيد الشحات، وفي السينما بقى أعماله كانت برضو مميزة جدا زي حرب كرموز والكويسين وقلب أمه، وأخيرا كان فيلم حملة فرعون. معانا النهاردة ومنورني في الاستوديو في صباح البلد الفنان والنجم مصطفى منصور. صباح الفل عليك يا مصطفى. صباح الفل الحلوة دي يا حبيبتي، ربنا يخليك. يعني خدتنا معاك كده في الفيديوز، يمكن ما عرضنالكش حاجات كتيرة طبعا، انت أعمالك يعني احنا محتاجين حلقة لوحدها نعرض أعمال ان شاء الله عشان ما تقولش بحث. لا يا حبيبتي ربنا يخليك. مصطفى عاوز اعرف منك كده بدايتك، ابتديت ازاي ودخلت مجال التمثيل ازاي؟ مجال التمثيل ابتديته بالتقليد. يعني وانا صغير كنت اي مثلا مدرس عنده تفصيله معينه باخدها منه. أوكي. لوحدي كده فجاه من غير حاجه. بتقعد يعني تتنمر على مدرس؟ يعني مش بتنمر قوي، يعني بقفش حاجه فيه كده مميزه بيعملها. وبقلده مع الشباب في الفصل، بنقعد نهزر ونضحك. ثم الزعيم عادل امام ربنا يديله الصحه. أوكي. ده كان المدخل الرئيسي لدخول التمثيل. انا بعشقه طبعا. ربنا يديله الصحه يا رب. وكنت بقلده بالظبط. اوكي. يعني في المشيه، في حتى في الحياه الطبيعيه وانا ماشي في الشارع ابقى قاعد تلاقيني بعمل التفاصيل بتاعته والحاجات. ليه؟ لان انا كنت شايف مسرحيه مدرسه المشاغبين. فانا كنت شقي جدا. اوكي. وانا صغير جدا حبيت المسرحيه، فحبيت دور بهجه الاباصيري الزعيم اللي هو في الفصل مسيطر يعني. أيوة. فبدات اعمل شخصيه الاستاذ عادل امام اللي هي بهجه الاباصيري في مدرستك؟ في المدرسة اصلا. الله زعيم اوان طبعا والحاجات دي، وانا متقمص جدا. اوكي. لحد ما بدات واحده واحده بالتقليد. بقلد بقى ناس كتير جدا، فنانين وحاجات، لحد ما فصلت الموضوع ده وبدات اعمل ادوار معينه، وده كان مرحله صعبه جدا في حياتي. اوكي. ان انا كان برضو الحاجات لسه ستيل ما قلت. دخلت يعني بقى المجال ازاي؟ دخلت المجال عن طريق ان انا كنت زمان بروح وسط البلد في قهوه بعره اسمها قهوه بعره.
اوكي دي فيها اعلان للقهوه كده على الهوا. الله لا لا اكبر. لا لا دي خلاص قفلت. لا لا اصلا آه. طب قفلت مش مشكله مش لا مشكلة. قفلت دي فيها المجاميع اللي بيطلعوا في المسلسلات. فانا كنت بروح فاكر ان البدايه من هناك هروح لاقي حد طفل صغير لسه لو سمحت انا عايز امثل فيقول لي بكره تعالى لابس بنطلون اسود وقميص ابيض فاروح معايا بنطلون وقميص ابيض الاقي شباب مثلا بتاعت 60 واحد لابسين برضو زي ايه بقى مدرسه اوكي ثورة. طالب وسط طالب بقى معدي. وكنت بتعمل دول؟ كنت بعمل ده عملت حوالي 12 مسلسل. بتهزر؟ والله كنت باخد 25 جنيه. الله عليك. وجبه رز. كان عندك كام سنه ساعتها يا مصطفى؟ كنت في خمسه ابتدائي يعني من ده انت لسه صغير قوي. خمسه ابتدائي خمسه ابتدائي اولى اعدادي. وكنت بتروح على القهوه وتسال وتسعى وعايز حابب التمثيل جدا وحابب. بس مش عارف ليه واهلك كان بقى يعني رد فعلهم ايه وانت لسه طفل في خمسه ابتدائي عايز اروح امثل وتروح بقى؟ ما كانوش فاهمين. يعني امي ربنا يديها الصحه ما كانتش مستوعبه بس هي كانت شايفاني حابب الموضوع قوي وبعدين بتعذب فيه يعني. أيوة. بمشي مثلا 6 الصبح برجع لهم 6 الصبح تاني يوم. كانوا متقبلين ده ولا كنت بتقابل معاهم بقى صعوبات؟ لا كنت بقابل طبعا صعوبات بس هي كانت شايفاني حابب قوي. وانت شكلك مشاغب كده وعامل لهم قلق فاكيد الموضوع ما كانش مريح ابدا يعني. لا لا خالص خالص للاسف. اوكي. فلا هم ساعدوني كتير بس طبعا في الاول ما كانوش فاهمين في ايه لحد ما بدات اعمل مسرحيات. في المسرح بقى اكتشفوا ان انا ايه ده بيعرف يمثل. طب يعرف. الله طب ما هو ممكن يقول حاجه وممكن يعمل حاجه. كان عندك كام سنه ساعتها؟ المسرح يعني برضو من حوالي اولى اعدادي بس كنت بقلد. اوكي. مدرسه المشاغبين كنت عامل دور الاستاذ عادل امبار ده. ايوه. ثم بعد كده بدات اعمل حاجات تانية. خرجت بقى من التقليد. فساعتها بداوا يكتشفوا ان هو لا مصطفى والله في حاجه تقدر يعني ممكن يطلع منه حاجه. حد واحده واحده الحمد لله بقى بدأوا يقتنعوا يعني. لا ده انت يعني مكسر الدنيا مصطفى. بس قول لي كده يعني هل مصطفى شايف نفسه كوميدي اكتر؟ احنا طبعا شفنا لك اعمال كتير منها الشاب الرومانسي والحبيب. أوكي. ومنها البلطجي ومنها الكوميدي انت بقى شايف مصطفى في انهي حاجه؟ انت ما شاء الله عليك في كل دور بتقنعنا جدا بالدور اللي انت بتقدمه بتجسده. الله يخليك. بنشوفك في الحبيب لا حبيب وبنتاثر لما بيتكسر قلبك قلبنا بيتكسر معاك. لما بتعمل بلطجي لا بنتخض. لما بتعمل كوميدي بنضحك وبنفطس فعلا من ده. فانت بقى شايف مصطفى في انهي لون من الالوان دي؟ انا شايف مصطفى ممثل. انا بعشق التمثيل زي الاكل والشرب كده ما اقدرش اعيش من غير تمثيل. فانا حابب اعمل كل الادوار. بس الكوميديا بالنسبه لي بحبها قوي. اوكي. يعني ما فيها مش متعبه بالنسبه لي مش متعبه زي المشاهد اللي اكتر يعني اكتر الادوار القريبه لمصطفى على قلبك الادوار الكوميديه بحبها. بتحبها؟ بحبها. لان الثانيه متعبه في المشاعر لان انا بحب ابقى صادق جدا. فده بيأثر عليا نفسيا وعصبيا. غير الكوميديا بس بتعرف تتقنها جدا برضه الحمد لله بس متعبه. يعني بتأثر عليا متعبه. ايه رايك كده عاملين لك مفاجاه الصبح؟ اوكي. مفاجاه تحفه ونقول الو. يلا قول الو. الو الو يا روح قلب. صباح الخير يا ست الكل. عامله ايه يا حبيبتي؟ صباح الخير والدة الفنان الجميل مصطفى منصور. صباح الفل على حضرتك. عامله ايه؟ الحمد لله يعني انا ميرسي على يعني انتوا اتحتوا لي الفرصه ان انا اعمل مداخله معاكي. اكيد اكيد احنا مبسوطين جدا بحضرتك معانا على الهوا وعاوزين نعرف منك بقى اسرار مصطفى كده. واكيد كان متعب. ها تعبك كتير واصر انه يدخل مجال التمثيل والسينما وفضل ورا حلمه لحد ما حققه ما شاء الله ربنا يفرحك بيه دايما وتشوفيه احسن الناس. بس عاوزين نعرف منك بقى يعني قابلتي معاه صعوبات عامله ازاي؟ والله بصي انا طبعا شهادتي مجروحه في مصطفى بس انا هو ابني الوحيد ويعني هو ثمر تعبي ومجهودي السنين اللي فاتوا. بس انا من زمان من هو في المدرسه اكتشفت ان في عنده حته الموهبه دي. وكان بيخلي جده يقول له اكتب لي زي سكريبت كده ويمثل فمن هو صغير كان عنده حته الموهبه بدات تنمو يعني تكبر معاه. وانا الحمد لله الحمد لله رب وقفت في ظهره عشان يدخل مع الفنون المسرحيه. ولدرجه ان احنا لما بيبقى عنده تصوير انا وهو بنذاكر المشاهد مع بعض انا بعمل الدور اللي قدامه يعني. فلا فهو هو حبيبي لا يعني زي ما قلت لك شهادتي مجروحه فيه. لا بس حلو ان حضرتك يعني ما وقفتيش بقى في وشه وقلتي له لا. واعرف ان حضرتك كمان مدرسه فرنساوي. أيوة. فيعني التعليم بالنسبه لك لا تمثيل ايه بقى وكلام فارغ ايه كنا زمان بنسمع كده على طول. فلا انت شجعتيه برافو دي حاجه جميله.
الحمد لله. لا الحمد لله رب العالمين. وعايزه اقول لك ان كمان مصطفى في اللي هو في مدرسه ما كانش فرنساوي، كان جيرمن، كان الماني. كان اصلا ايه ده؟ لا دي جديده، دي معلومه، دي حصر دي لصباح البلد. اصلا كنت مدرس الماني. عشان ما تقعدش تذاكر لي. ما انا ايه ده؟ طب وكنت بتعملي ايه في موضوع انت فرنساوي وهو في الماني؟ كان شاطر. لا هو كان شاطر وجاب مجموعه حلوه قوي في الثانويه العامه كمان. الحمد لله. بس عايزه اقول لك حاجه، هو مصطفى كمان انا يعني شايفه فيه حته يمكن انا يمكن مش ببالغ والله، بس هو شفتي احمد زكي في وقت مذاكرته للدور؟ ياس الله يخليك يا حبيبي. لا بجد والله مش بجامله عشان ابني، يعني مصطفى كل تفصيله كل تعبيره في وش الممثل، كل تفصيله ليها علاقه بالشخصيه، في هدومه، في حركاته، في صوابع ايده، في لفتات عينيه، يعني بيجيب تفاصيل التفاصيل او بيهتم بالتفاصيل الصغيره قوي. السكريبت عنده تلاقيه في الجنب مكتوب تفاصيل هايلايتر مش عارفه ازاي. فمره جابوا برنامج عن العظيم احمد زكي، فجابوا السكريبتات بتاعته، لقيت نفس الحكايه. الله. قلت له بص احمد زكي بيعمل ايه يعني حقيقي، يعني ربنا طبعا الله يعني دي شهاده وتشجيع من يعني ست الحبايب، مفيش احسن من كده في الدنيا الحقيقه. على ايه؟ بس هو فعلا والله العظيم مش عشان ابني بس، يعني ان شاء الله هو وكل زمايله وكل مجتهد ربنا يديلهم الخير ونشوفهم ابطال ونجوم كده، هم دول اللي جايين. دي عندك حق فعلا. ومصطفى من الناس المميزه جدا جدا، وعارف يعمل بصمه في وقت برده مش كبير، يعني ما فيش حد دلوقتي بيبقى ماشي في الشارع مش عارف مصطفى منصور، ما شاء الله عليك يعني. هو بقى بصي انت رقيق النهارده يا طنط بقى عشان هو خايف من الحسد مني يعني. لا هو حبيبتي الحمد لله، وهو يعني منور ومنور انتم منورين صدى البلد، وهو معاك دي حاجه يعني جميله لمصطفى، والمداخله دي كمان حاجه جميله. طب عايز اعرف منك مصطفى بقى، دمه خفيف في البيت وبيقعد يهزر ويعمل مقالب قوي قوي بيقعد يتنمر ويقلدكم في البيت؟ بيتنمر بيا اصلا. اوكي. هلا عايزين لما كنت تعبانه او مجهده شويه يقول لي لا لا طلعي المجهود، لا طلعي بقى كده التعب اللي جواكي ده. فلا هو دمه خفيف، في حته الكوميديا من زمان حتى مع جده ومع جدته. بتصدقيه لما بيعمل ادوار بقى جد وكده بتحسي انه بعيط؟ والله بقعد اعيط. ايه ده فعلا؟ الله. ولما بيعمل دور فيلن شويه او حد وحش بقول له يا مصطفى بلاش عشان الناس ما تكرهكش، لان انا كرهتك. فانت لما تكرهي حد عمل دور كده بيبقى هو عمل الدور صح ومثل صح. بس اقول له الفيدباك عند الناس في الشارع لما طلعت في ادوار الطيبه او الحد كويس، الناس في الشارع بتحب ده. ايوه. لكن الفيلن بيكرهوه بس يعني ما يسيبش فيدباك وحش يعني. ايوه صح عندك حق. دايما كده منور الدنيا ودايما ناجح ودايما انت فرحانه بيه، وتفضلي في ظهره كده طول العمر يا رب ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا وصباح الفل عليك. عايز تقول لماما حاجه قبل ما تقفل؟ عايز اقول لماما نورتيني النهارده. عادي. عامله اكل ايه؟ صح النهارده عامله اكل ايه يا طنط؟ هنيجي بقى ناكل بقى الهوا ولا ايه؟ الدنيا انا رضا احنا نجيب الاكل لحد هنا. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا وكل اللي انا فيه ده بعد فضل ربنا ليكي، متشكر ليكي جدا على كل حاجه، ويا رب افضل دايما تفضلي فخوره بيا وعوضك عن اي حاجه شفتيها في حياتك يا روح قلبي يا ست الكل. يا رب يعني احلى حاجه في الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ ربنا يخليها لك يا رب ويخليك ليها، وهي ست عظيمه الحقيقه. الله يخليك. لان صعب نلاقي دلوقتي وقبل كده يعني اصلا. انت ازاي دخلت اصلا؟ تعالى بس هنا قول لي انت دخلت ازاي. تعالى هنا هيجي على بالظبط هيصوتوا جوه في الاستوديو. قول لي بقى ازاي دخلت الماني وماما مدرسه فرنساوي؟ ما انا دخلت الماني عشان هي ما تذاكرليش. انت قصدك يعني انت اخترت يا جماعه انا هدخل مدارس الماني؟ يا جماعه انا هدخل الماني بس هي مش بس في نفس الوقت الفرنساوي مش بياكل معايا. بس انا كنت برضو قد ايوه يعني اللي هو شبح كده. شبح يا جماعه مش فاهمه. وانا اللي هو الفرنسي بالنسبه له بونجور. بونجور مش هقدر. لا لو سمحتوا قول لنا واحده بونجور خلي مامي تفرح. بونجور. بصي بصي تلاقيني حتى بعمل حاجات كده مش اللي هو ست بناتي يعني شويه كلاسيك. مامي اكيد رقيقه جدا وده كان واضح. الناس بتشوفها تقول لها هو انت ازاي مخليه يعني شبح شبح جايه ازاي؟ لا وبتعمل ادوار اللي هو مش عارفه البلطجي ايه البلطجي يعني. بتعملها بشكل يعني ده انت لو يا ابني سايباك في الشارع طول يوم مش هتعرف تعمل كده. لا برافو عليك برافو عليك. عايز اعرف اقرب دور لقلب مصطفى. اقرب دور لقلب مصطفى ادوار بس ممكن نقول مثلا سلام هيك المناع الجط في مسلسل زلزال مع محمد رمضان. ده بحب الدور ده جدا. الدور اللي في مسلسل زلزال. زلزال. ده كان شاعر صعيدي وحبيبي وعامل ازاي بقى بتتقن اللغه السعوديه؟
اللغه الصعيديه يعني فرنساوي والماني وبيتكلم صعيدي يعني لبلب يعني. هقول لك انا بحب الصعايده جدا. ناس جدعان جدا. سامع يا فهمي؟ حقيقه فهمي والله. لا بجد ناس وناس البوم طيب جدا. فكان في واحد صاحبي فاتح كشك كنت بروح اقعد معاه كل يوم وانا في اولى معهد، كنت بعمل عرض صعيدي. عامل دور اسمه همام، راجل صعيدي شرس جدا. أوكي. اللي هو عتريس، عارفه انت الصعيدي فيلن جدا. فكنت عايز امسك اللكنه قوي. فكنت بروح اقعد معاه، فهو يقعد يتكلم يا حبيبي يحكي لي والله انك كنا قاعدين وبنعمل، فانا اسمع 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 واسجل واروح البيت احفظ، فلاقي الطه بتاعته طالعه طه. اوكي. اقعد اذاكرها. يعني انت بتقعد مع واحد في كشك عادي تفضل تاخد منه وتروح تطبق يعني، ولا خدت دروس ولا لا خدت؟ لا 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 خالص. طب برافو عليك. خالص يعني انت بجد برافو. بس هي روح. هو الموضوع روح. ما هوش يعني ما هوش حروف على قد ما هو روح. انا يعني ممكن اقول لك انا كنت قاعد معاكي اول امبارح، اقول لك انا كنت قاعد معاكي اول امبارح وعمل، هو في روح كده. طب يلا ادينا حته صعيدي، اتكلم معايا صعيدي لو سمحت. اللي انت عايزاه موريني معاكي. والله انا مبسوط النهارده في البرنامج، واللهم صل على النبي يعني على الجمر اللي قاعد قدامي ده. ده واحد صعيدي بيحلو. ده واحد صعيدي ايه جاي فعلا بيحلو. بالظبط. طب ايه رايك؟ انا من امبارح مصر اعرف اللي هو قاله. يعني احكي لنا عن ايه بقى لو سمحت تاني كده. بيزنسون ده لما كنا في انا وعزوز في فرنسا. بس أوكي. انا مبسوط قوي بالفيديوهات دي يعني بجد. الناس دي ناس عايزه اقول لك اللي بعت اكتر من كده بكتير، بس احنا طبعا عشان وقت برنامجنا. اوكي. فرضنا لك. لا بس انت بسطتيني قوي بجد. هم بيحبوك قوي وده باين، وانت تستاهل كل حاجه حلوه بجد يا مصطفى. بس عايزه اعرف برضو عزوز وموضوع الاول معلش الثانيه بتاع الجلد التعبان ده. ده ابراهيم السمان. كنا كنا بنعمل سيت كوم برضو من قديم الازل كده، فهو كان لابس حماله عامله زي الجلد التعبان. أيوة. فكان داخل يقول مش عارف ده حزام جلد مش عارف ايه. أيوة. وده كوتشي جلد وده حماله جلد تعبان. وراح شددها لقيت انا وهو ماشي تقول له دي جلد تعبان. طيب وما كنت في فرنسا مع عزوز. يا عزوز لا لازم نعرف عزوز. ما رضيش يقول لي امبارح ابدا. وانا قلت هعرف منك خلاص والله. وكل الساده المشاهدين تعرف. يلا بقى كل الساده المشاهدين. أيوة. ليه كده يا عزوز؟ على الهوا يا عزوز. يلا بينا قول لنا. والله احنا كنا في بيزنسون فرنسا. أوكي. وطبعا ماما بقى كانت يا حبيبتي كدالي ورقه كبيره والله. انا جائع عارفه انت بولي كاتا مش بهزر بجد. اريد ان اذهب الى السفاره. هي كاتبه لي الحاجات الارجنت اللي لو حصل هتحتاجها. اللي انا هحتاجها. فقلت لها ماما ما تكتبي لي انت جميله. قالت لي ليه؟ يعني لو تتعاكس وماما بتساعده اللي هو تقولي لا مش يا حبيبتي بس. فراحت كاتبه. المهم فهناك بقى انا وعزوز طب كنا لسه بقى شباب وكده. لما كنا لسه. أيوة. لما كنا لسه شباب. فطبعا في بنات لطيفه معانا في الجامعه كلنا. احنا كنا ايه يعني هناك رايحين نعمل عرض مسرح اصلا، ففي كذا كاست هناك بيعملوا برضو مسرحيات. فكان في بنتين لطاف انا وعزوز قاعدين معاهم، وهو قاعد بيتكلم مع البنت وانا قاعد بتكلم مع البنت. فانا بتكلم انجلش. فانا عايز اقول لها انا ما عنديش خبره يعني في الموضوع قوي، ف بصيح برضو موضوعي. اللي هو يعني عايزين نتعرف على بعض. ايوه بقول لها ما عنديش خبره. لا لا لسه هنتعرف. ايوه, أيوة. فانا عايز اعمل فيها اللي هو الشاب البريء. ايوه. فهو المفروض اقول لها اكسبيرينس. اختفت بقى نهائي. مفيش اكسبيرينس. اكسبيرينس دي الكلمه نفسها. أوكي. الحروف شلقينا. اختفت. فقلت لها بات اي دونت هاف اكسبنسيف. وعزوز قاعد ورايا. فبصيت كده لعزوز قال لي انت بتقولي ايه يا ابني؟ قلت له بقول لها. قال لي اكسبيري. قلت له اكسبيري اي دونت هاف اكسبيري. البنت بصيت لي كده اكسبنسيف ازاي مين يعني؟ اكسبنسيف الموضوع يا جماعه. بالظبط. وفي لقطه ثانيه برضو رحنا انا وعزوز نجيب لبس. فهو واثق فيا جدا هناك ان انا متربي في فرنسا. فماشي ورايا. فجبنا لبس حبيبي، هو جايب لاخته لبس فمعاه مثلا بتاع 12 شنطه اصلا. وانا جايب شنطتين وماشيين. ازاي يا ابني نمشي ازاي انا وعزوز اخوات حبيبي يعني. يلا عزوز ورايا ويمشي ورايا ونطلع ونخش يمين يقول لي ازاي اقول له شمال، لحد ما في الاخر لقينا نفسنا رجعنا لنفس المكان هو اللي مشينا من عنده. ده انتوا فله. مسك الشنط كده قال لي اقول فيك. قلت له انت ازاي واثق فيا كده يا زوز؟ احنا بيزنسون يا حبيبي. منصور هلعبك لعبه عايزه من يعني عايزه ثانيه لكل اجابه. يلا ولو عايز اختيارات قول لي. يلا. مسلسل حديث الصباح والمساء الفنانه راحله دلال عبد العزيز كان اسمها ايه؟ يا لهوي. جليله نعمه. جليلة؟ جليلة. فاطمة مسلسل الأب الروحي الأستاذ محمود حميدة كان اسمه إيه؟ مسلسل الأب الروحي.
فين الاختيارات؟ استاذ محمود حميده كان اسمه ايه؟ زين العطار، جمال العطار، سليم العطار. زين العطار. زين العطار، الاب الروحي يا جماعه، حد يقول لي. ها هنعرف بقى. صح، اجابه صح. صحيحه. يس. السؤال الثالث، فيلم سلام يا صاحبي الزعيم عادل امام كان اسمه ايه في الفيلم؟ مش هقول لك، مش هقول لك اختيارات، يبقى عيب. بركات الدمنهوري. اوبا صح. مرزوق الدمنهوري برضو. لا الكوتش. كده بقى احنا خلصنا. مرزوق الايه؟ الدمنهوري جبتها منين؟ ايوه الكوتش. ايوه، والتاني اسمه بركات الدمنهوري. بركات ده كان صاحبه سعيد صالح. سعيد صالح. اه مرزوق الكوتش. مرزوق. ايوه. ما بتكلمش على الكشري ولا انا. طب ما تدينا واحده. اه يعني ولا لا؟ حرامويه على الشلويه. يعني ولا لا؟ عايزين بقى الناس اللي ما تعرفش ان يعني النجم الجميل اللي معانا النهارده كمان صوته حلو، فتعالى بقى نختم بصوتك الجميل ده. وغني لنا حاجه. ماشي، بس يعني هو نقنقه كده، صوتي مش حلو قوي. لا لا صوتك ماشي. ماشي. ما كملناش، هي اختارت كده، قالت لي هوانا كان غلطة لما ابتدى، لقيتني ساعتها وحداني بخاف لو قلت وحشاني، عيني تحن من تاني للحب ده، انا مفيش حد غيرها ملاني جراح، انا بعاتب صورها ساعات علشان ارتاح، واسألها سؤال احساسنا زمان فين راح، وفين راحت وعدنا واحلى كلام، وبس استفدنا طلعنا بايه وبكام. حلو كده قوي 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 قوي. احنا ممكن نشوف مصطفى منصور مطرب؟ لا بصي، مش مطرب، بس انا في حاجه هقولها لك انت. ايوه. انا بحضر كده الغنوه. اوكي. بس هي مش غنوه فيها طرب، هي حاجه كده في الهزار. في الهزار. بس ينفع نسمع منها حاجه؟ ماشي يلا بسرعه كده، سريع انجليزي يا فهمي. انا بابليك فيجر 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 بابليك فيجر، احذر ان انا خطر خطر خطر، انا مش بعمل نمر يا ابن، انا بابليك فيجر فيجر فيجر، انا بابليك فيجر، في بطاقتي انا ذكر ذكر ذكر، معروف اسمي الكيلر. اوه حصري للصباح البلد. بجد بنشكرك جدا الفنان الجميل مصطفى منصور، ان شاء الله دايما مكسر الدنيا. اخر اعمالك ايه السريع؟ اخر اعمالي ان شاء الله مسلسل ورق التوت، انتاج ايجل فيلمز واخراج الاستاذ حسام علي، ده ان شاء الله نازل قريب باذن الله. هيكسر الدنيا اكيد. وبعد نجاح المسلسل اللي هيكسر الدنيا ده تكون ضيف معانا مره ثانيه في صباح البلد، لان احنا ما شبعناش منك الحقيقه. يا حبيبتي شرف ليا. بشكرك مصطفى منصور، كنت ضيف خفيف ظريف لطيف جدا علينا. شكرا جدا. شكرا لك. كان معانا الفنان الجميل مصطفى منصور، يعني اكيد اتبسطتوا بالفقره جدا زي ما انا اتبسطت جدا. فاصل صغير نرجع نكمل معاكم باقي فقرات صباح الفن. صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعاده على كل مشاهدي صباح البلد. جاي بقى وداخل علينا كده موسم الشتاء، موسم الاعذار. انا ما بخسش في الشتاء، انا معدل الحرق عندي بيقل في الشتاء، انا حركتي قليله جدا، ما اقدرش انزل الجيم، مش قادر اصلا، انا يعني نفسي كده بتتفتح وانا قاعد كده متدفي كده، ان انا اكل اكتر وكميات اكتر، الموضوع بيبقى كارثي. يعني الناس بقى اللي بتزيد في العادي بتاعهم بيزيدوا 10 كيلو، الناس كمان اللي بتعاني من السمنه المفرطه الموضوع بيبقى اسوأ. فانا جايبه لكم النهارده بقى كورس عشان كل اعذاركم، ده الحل الامثل لمشكله، او ان احنا نخس بطريقه علميه وطبيه سليمه، مصرح من وزاره الصحه. الكورس ده مش بس كورس عادي، هو مجمع لك كل حاجة
هتمر بيها خلال ممكن نقول رحلة فقدان الوزن، ازاي هيتشد الجلد، ازاي هتنزل بطريقة صحية، ازاي هيبان عليك كمان ان لأ في نضارة وفي حيوية وبيعلي الطاقة جدا. كورس لجميع الأعمار، يعني انا مش عايزة اتكلم عليه اكتر من كده، عايزة الدكتور اللي معايا ضيفتي الجميلة هي اللي تتكلم على الكورس اكتر وتقول لكم عن مكوناته اكتر. اسمحوا لي ارحب بالدكتورة الصيدلانية شذا الخولي، اهلا بحضرتك منورانا. اهلا بيكي، بعمل يا حبيبتي. دكتور شذا، يعني بصي هو كورس رائع، اولا في كل المواد الفعالة، عشان اقول لك الانجريدينت، أيوة. المواد الفعالة اللي بتساعدني في رحلة فقدان الوزن بطريقة سحريه، كلمينا عنه. انا عايزه اقول لك ان احنا النهارده هنتكلم عن كورس لين كاب، وهو من الحاجات اللي محققه نجاح كبير جدا جدا الفتره الاخيره، انه ناس كتير جدا استخدمته، يعني بينزل الوزن بسرعه جدا، بيسد الشهيه. كورس لين كاب مكون من ثلاث حاجات اساسيين، هم الجارسينيا والقهوه الخضراء، وكمان معاهم الفيتامين دال، ودي بتكون عباره عن مش كبسولات، هي حاجات بتتاخد كده بتتمضغ، وبيكون طعمها حلو جدا ومناسبه كمان للاطفال والكبار. اللي بيميز كورس لين كاب انه كل حاجه فيه كويسه جدا علشان انقاص الوزن. اولا عندنا الجارسينيا، الجارسينيا من الحاجات اللي بتديني احساس عالي جدا بالشبع، ودي حاجه مهمه جدا، عشان زي ما انت ذكرتي في الاول خالص انه الشتاء الواحد ما بيحسش ان هو شبعان، عايز ياكل على طول. لا، احنا دلوقتي هنخليك تخس عادي جدا في الشتاء، ويعني انت اول او انت لما تاخد الكورس بتاع لين كاب هتعلي سرعه الحرق، هتعلي معدل حرق جسمك، وفي نفس الوقت هتحس ان انت شهيتك مقفوله وحاسس بالشبع لمده طويله جدا، وده حاجه مطلوبه جدا، ان انا طول ما انا حاسس بالشبع فانا كده في امان، فانا مظبط جسمي ومش على طول محتاج ان انا اكل، مش على طول حاسس ان انا عايز اكل او عندي شراهه تجاه الاكل. بالنسبه كمان للقهوه الخضراء، القهوه الخضراء من الحاجات اللي بتعلي معدل الحرق، عشان فيها نسبه الكافيين اعلى من القهوة العادية بنسبة 4 أضعاف، وده ليه؟ ده عشان هي فيها حاجة اسمها أحماض الكلوروجينيك، بتعلي معدل الحرق وفي نفس الوقت بتسد الشهية بتاعتي، ودي حاجة بتكون مطلوبة. عايزة أقولك كمان إنه الناس اللي بتاخد كورس لين كاب بعد بالظبط أسبوع بيحسوا إنه شهيتهم بدأت تقل، أيوة. وإن هم بدأوا يعني حاسين إنه وزنهم طبعا بيبدأ ينزل، لأنه الكورس بينزل من 10 لـ15 كيلو في الشهر، طبعا على حسب الشهر استجابة. الواحد في الشهر الواحد، ويقدروا يطلبوا الكورس كمان من على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك دايت لايف، ومن خلال كمان الأرقام المبينة على الشاشة، وكمان المتابعة كل اسبوع مجانيه. خلينا كده نفرح الناس في بدايه الكلام، ونقول لهم انه كورس لين كاب عليه خصم 50%، وكمان لان احنا بس هنا في صباح البلد معايا هنا بس الاول 100 لاول 100 متصل، وكمان الشحن مجانا، والمتابعه مع اخصائيين التغذيه بتكون مجانيه. أوكي. ده غير كمان ان في معاه هديه، وهي كريم البشره، وهنتكلم عنها في الاخر، وهقول لك ايه الفوائد وايه المواد الفعاله الموجوده في كريم البشره. بس خليني كمان اتكلم على اهميه الكاتيكا اللي في كورس لين كاب، اللي هو بيحتوي على فيتامين د، وبيحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم. اولا فيتامين د مهم جدا في رحلة انقاص الوزن، لانه اغلب الناس او بنسبة 75% مننا عنده نقص في فيتامين د، وده بيكون بسبب ان احنا مش بنتعرض للشمس بطريقة كافية، وكمان انه نقص فيتامين د بيخلي انه الجسم كمان بيتأثر، انه فيه هرمون اسمه الليبيتين بيتأثر، فبالتالي بيأثر على انه معدل الحرق بيقل، فانا بديلك فيتامين د علشان تزودي معدل الحرق، وكمان علشان تحافظي على شعرك من التساقط، وتحافظي على بشرتك، وكمان على الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، مهمين علشان وظائف الكلى، ومهمين علشان الكبد، وكمان مهمين علشان عظمنا، لان احنا طبعا في الدايت بنكون طبعا الناس اغلبها بتشتكي من مشاكل العظم او الحاجات اللي هي بتاعت هشاشه العظام، فدي بتكون مهمه جدا طبعا في الكالسيوم. دي في كورس لين كاب بالظبط. الكورس لين كاب مكون يا باميلا من ثلاث حاجات، من الجارسينيا بيكملوا بعض بالظبط، الجارسينيا والقهوه الخضراء وال
الكاتيكا اللي بتحتوي على فيتامين د والمعادن المهمه طول رحله انقاص الوزن، وكمان الهديه اللي معانا النهارده اللي هي كريم البشره. أيوة. وخصم 50% على كورس لين كاب والشحن مجانا لجميع المحافظات، لكل المحافظات. والاهم من ده كله كمان ان يعني انا بقدم لك متابعه مجانيه. يعني في ناس كتيره جدا بتقول لك انا لما اطلب الكورس انا محتاج ان انا اتابع متابعه مع اي دكتور وده بيكلفني. لا، احنا عندنا يعني اخصائيين تغذيه متخصصين ان هم يتابعوكي كل اسبوع، وكمان مش بيسيبوكي من اول يوم لحد اخر يوم بتقدري توصلي فيه للهدف اللي انت عايزاه، انه تنزلي وزنك طبعا عدد الكيلوات اللي انت محتاجاها. طب من اكتر الحاجات بقى اللي بتحفز الناس ان هم يبتدوا ان هم يخسوا، ينزلوا كده يهتموا بنفسهم ويطلبوا الكورس ويمشوا في الطريق العلمي الطبي السليم، عشان بس الوصفات والحاجات اللي بتضايقني دي، هنشوف كيسز وهنشوف حالات بالفعل اخذت الكورس وبنشوف النتائج قدامنا. بالظبط. ده اول حاله بقى. ماشي. الحاله اللي معانا دي نزلت من وزنها 25 كيلو في 3 شهور. طبعا عايزه اقول لك انه يعني هو كان جسمه مشدود جدا. بالظبط، جسمه مشدود بسبب ان الجارسينيا من الحاجات المهمه اللي فيها مضادات اكسده عاليه، بتعلي معدل حرق الجسم، بتخلي الجسم ينزل بطريقه صحيه وسليمه، بتحافظ على القوام يكون مشدود، ما يكونش فيه اي علامات تمدد ولا اي ترهلات. طبعا كمان القهوه الخضراء من الحاجات اللي بتدي نشاط بدني ونشاط ذهني وبتسد الشهيه وبتعلي معدل الحرق. ففي الحاله اللي وكمان الحاله اللي معانا دي نزلت 30 كيلو. نزلت 30 كيلو. عايزه اقول إيه بقى؟ نزل 30 كيلو في 3 شهور. يعني هو نزل في كان يعني هو كمان كان شويه يعني بيدلع مع الكورس، بس عايزه اقول لك ان الناس اللي بتاخد يعني حول. انا بقول لك ان كورس لين كاب بينزل من 10 ل 15 كيلو في الشهر. وده طبعا بيكون بيختلف عن يعني من شخص للتاني وعلى حسب طبيعه العمل، حسب طبيعه الحياه، حسب كل حاجه. بس انا ما بطلبش منهم مثلا ان هم يمشوا على دايت بقى او ان هم يحرموا نفسهم من حاجه. اخصائيين التغذيه بيبقوا عارفين الحاله الصحيه. بصي، اخصائي التغذيه بيبقوا عارفين الحاله الصحيه، عارفين الادويه اللي هم بياخدوها وبيتابعوا معاهم، وكمان بيدوهم يعني نظام ما فيش فيه اي حرمان. يعني ده مثلا ده كان سن مفرطه. لا، الحاله دي بقى كان سن بالظبط. هو نزل 40 كيلو في 4 شهور. في 4 شهور. في 4 شهور، ويمكن كمان نزل اكتر من 40، تقريبا نزل من 40 ل 45 كيلو. فده طبعا يعني اللايف ستايل كله اتغير، وده عايزه اقول لك ان هو من غير اي دايت ومن غير اي حرمان، لانه الجارسينيا بتعمل امتلاء كبير جدا في المعده وبتدي احساس كبير جدا. بالظبط، بتدي احساس كبير جدا بالشبع، وفي نفس الوقت بتظبط مستوى الكوليسترول في الدم وبتظبط كمان مستوى السكر في الدم. يعني الفكره ان هي بتعمل توازن ما بين هرمون الانسولين ونسبه الجلوكوز في الدم، وطول ما انا عامله ما بينهم توازن طول الوقت، طول ما انا حاسس ان انا شبعان ومفيش اي جوع خالص. يقدروا كمان ان هم يطلبوا الكورس ده، عشان في ناس تسال نطلبه ازاي، من خلال الفيسبوك بيج دايت لايف. اكتبوا دايت لايف هتلاقوا الفيسبوك بيج، ابعتوا هاتوا الكورس على طول، او من الارقام اللي هتلاقوها على الشاشه دلوقتي 50% خصم على الكورس. الكورس ده يا جماعه ومصرح من وزارة الصحة، شحن مجاني لجميع المحافظات، كمان معانا متابعة مجانية أسبوعية، انتوا معاكوا حد بيشوفكوا خطوة بخطوة وبيراعيكوا. يعني انا ما شفتش الصراحة كده. لا، يعني اهم حاجة كمان ان احنا كمان مهتمين مع كورس لينك اب بالبشرة والشعر. يعني كمان في طبعا الهدايا مع الهدايا. أيوة. كريم البشرة. كريم البشرة من الحاجات الممتازة جدا، بيحتوي على بانسينول. أوكي. اللي هو فيتامين B5، وكمان بيحتوي على الجليسرين ومواد فعالة تانية ليها قدرة كبيرة جدا على الترطيب، وكمان كمان بتحافظ على تحفيز الكولاجين، وكمان بتخلي البشره مشدوده. يعني ناس كتير جدا تقول لك انا هخس، اول ما بخس بيحصل لي تهدل في بشرتي. بيبان عليا التعب والارهاق، والناس تقول ان انا عيانه بالظبط. ده صعب جدا طبعا انه يحصل مع كورس لين كاب، علشان المواد الفعاله اللي موجوده فيه، بالاضافه كمان لكريم البشره اللي بيخلي في نضاره وفي ترطيب، واحنا داخلين على فصل الشتاء، فالجفاف بيكون حاجه صعبه جدا في الشتاء. فاللي بيظبطها طبعا الكريم البشره اللي بيجي هديه مجانيه مع كورس لين كاب. الحقيقة أنا شفت يعني حالات، وشفت حالات كمان في الحقيقة. يعني مرحلة التثبيت بقى، مرحلة التثبيت. أنا مثلا دلوقتي الهدف بتاعي إن أنا أبقى 60 كيلو مثلا. تمام. وصلت ل 60 كيلو،
اثبت بقى الوزن ده ازاي؟ بصي انا هقول لك على حاجه ممتازه جدا، كورس لين كاب في التثبيت هيكون برده ممتاز جدا. عارفه ممكن اخد منه القهوه الخضراء والكبسولات والاقراص بتاعه الكاتيكا اللي هي طبعا فيتامين د وفيتامينات مجمعه وكالسيوم ومغنيسيوم وبوتاسيوم، كلها معادن مهمه جدا انا مش هقدر اخدها حتى في الاكل اليومي بتاعي، فانا هحتاج ان انا اخد مكمل غذائي يديني الحاجات دي كلها، لازم اخدها علشان اكون محافظه على مستوى السكر في الدم، احافظ على ضغط الدم يكون يعني طبعا في مرحله مستقره، ما يكونش ضغط الدم عالي ولا يكون ضغط الدم منخفض، فدي طبعا بتكون حاجه مهمه جدا. مرحله تثبيت الوزن الكبسولات القهوه الخضراء بتسد الشهيه وبتديني نشاط ذهني ونشاط بدني، لان طبعا الكافيين اللي موجود بينشط الذهن، فده طبعا بتكون حاجه كويسه جدا. دي حاجه حلوه جدا، لان اي حد حتى بيعمل دايت مع نفسه بيحس دايما بهمدان وان هو ما عندوش طاقه، فده يعني العكس تماما، بيدينا طاقه كمان. ده صحيح. حتى لو انا في على حسب طبعا كل حاله والتانيه، لو انا مثلا الحاله هيكون مناسب معاها انها تاخد الجارسينيا اكتر من القهوه الخضراء، ما الجارسينيا بتعلي معدل الحرق، الجارسينيا بتسد الشهيه، الجارسينيا كمان يعني فيها رائعه، الجارسينيا معروفه فيها يعني بتعلي معدل الحرق اكتر كمان من القهوه الخضراء بتسع اضعاف، وكمان فيها مضادات اكسده. انا دايما بقول ان مضادات الاكسده دي مهمه لجسمنا من جوه ومن بره، لان لازم ان انا انقي جسمي واعمل له تنقيه دايما، لانه الفري راديكلز او الجذور الحره اللي بتتكون جوه الجسم بسبب التلوث والحاجات اللي بنتعرض لها طول الوقت، مهم جدا ان انا كل ما انقي جسمي وادي له مضادات اكسده كل ما الجسم بيكون احسن وبيكون فيه نشاط اكتر ومعدل الحرق كمان بتاعه بيزيد. طب انا عندي سؤال بقى، عشان في ستات كتيره ورجاله برضه عشان موضوع الكرش ده، في ستات كتيره بتقول انا بعد الحمل والولاده والمنطقه دي عندي بايظه خالص وفيها دهون متراكمه اللي هي السمنه الموضعيه، تمام؟ والرجاله لا انا وزني مظبوط بس عندي الكرش، هيفيدهم ولا لا الكورس؟ هيفيدهم. الناس دي بقى الحالات دي يعني انا برشح لهم ان هم ياخدوا الكورس كامل متكامل، الجارسينيا مع القهوه الخضراء مع الكاتيكا، علشان ده هيعمل لهم ايه بقى؟ ده هيخلي معدل الحرق في خلال بالظبط اسبوع واحد يعني ثلاث اضعاف من معدل الحرق الطبيعي بتاع الشخص ده. بالاضافه كمان انه الجارسينيا هتخلي الجسم يبدا يدور على الدهون الموضعيه اللي موجوده في المناطق اللي هي متراكمه فيها في الجسم، فهي يبدأ الجسم يروح للخلايا الدهنية دي يطلع منها الدهون الزيادة ويديها الجسم، فيدي الجسم الطاقة، فبالتالي هخسر الدهون اللي موجودة في منطقة البطن اللي بعد الولادة أو اللي تكون موجودة عند السيدات أو في منطقة الكرش. وكمان الناس اللي بتسمعنا دلوقتي لو اتصلوا دلوقتي على الأرقام أو تواصلوا على صفحة الفيسبوك هياخدوا خصم 50% على كورس لين كاب. أيوة. والشحن هيكون مجانا، وأهم حاجة المتابعة مجانية مع أخصائي التغذية، وهياخدوا كمان كريم البشرة هدية طبعا عشان هو مهم جدا علشان نضارة البشرة. طب والناس اللي بتقول أنا عندي سكر أو عندي ضغط أو عندهم أي أمراض مزمنة ينفع معاهم الكورس؟ هينفع معاهم جدا. خليني اقول لهم انه الجارسينيا من الحاجات اللي بتظبط ضغط الدم المرتفع، وكمان بتظبط مستوى السكر في الدم، يعني ممتاز جدا حتى الناس اللي عندها امراض القلب تقدروا ياخدوه بكل فعاليه وبكل امان. وكمان الكاتيكا فيتامين د مهم جدا، والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم بيحافظوا على انه الكلى تكون كويسه، وظائف الكلى تكون كويسه ووظائف الكبد والحاجات دي كلها، فبالتالي هتحسن من الدورة الدموية وهتحسن من مستوى السوائل اللي موجود كمان في الجسم. يعني انا مش عارفه اقول لك ايه دكتور شذا بجد، يعني كل حاجه موجوده جوه الكومبوننتس والمكونات بتاعه الدايت، مش عايزه اقول عليه دايت، هو الكورس لين كاب. وكمان يقدروا تاني عشان هم بيسالوني دلوقتي حالا ازاي يحصلوا على الكورس، من البيج بتاعه فيسبوك، البيج اسمها دايت لايف، او من الارقام اللي انتم شايفينها على الشاشه دلوقتي، 50% خصم وشحن مجاني لجميع المحافظات، وكمان في هديه على الكورس اللي هو بتاع الكريم بتاع البشره، كريم البشره، وكمان أيوة. المتابعه مع اخصائي التغذيه بتكون طبعا مجانا بالظبط كده. انا مش عارفه اقول لك ايه والله يا دكتور شذا، انا بشكرك شكرا جزيلا، مدلعاهم دايما كده معانا. شكرا. والحديث بقيه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر الدكتوره الصيدلانيه شذا الخولي. ومشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وكمان خلصت حلقتنا، اشوفكم في يوم جديد ان شاء الله، برعايه الله.